السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا الطريقة اللي يمكن لك أنك تأخذ بها عقد ازدياد دون ما تمشي المقاطعة ديالك، وكذلك كيفاش تأخذ السجل العدلي والاستمارة ديال البطاقة الوطنية أو بطاقة التعريف الوطنية الجديدة. فالآن بالنسبة لعقد ازدياد أو نسخة موجزة من رسم الولادة وكذلك النسخة كاملة، فما يحتاج انك تمشي للاصلي ديال الجامعه الاصليه ديالك او المقاطعه اللي انت زاديتي فيها باش تاخذ نسخه من عقد زياده الا كانت في مدينه اخرى وانت كتسكن في مدينه. متى اذا كنت مثلا في الدار البيضاء والمدينه الاصليه ديالك هي طنجه، فما يحتاج انك الان تمشي حتى لطنجه باش تاخذها، فيمكن انك تدخل الموقع وتعمر وغتجي عندك بواسطه البلد. يمكن لك تاخذ بهذه الطريقه النسخ من عقد زياده وكذلك النسخه الكامله. كذلك حتى بالنسبه للسجل العدلي اللي كيحتاجو مثلا كتكون في مدينه اخرى، الان يمكن لك انك تعمر في الموقع الخاص بالسجل العدلي وجيت لاقرب محكمه لك دون ما انك تحمل عناء السفر وتنقل للمدينه الاصليه ديالك. بالنسبه كذلك للبطاقه التعريف الوطنيه، الان اصبح ضروري انك تعمر معلومات في الموقع وتاخذ موعد قبل ما تمشي الاقرب كوميساريه لك. هاد المواقع بثلاثه غادي نشوفهم ان شاء الله، نشوفوا كيفاش غندخل لهم والروابط ديالهم راه غنخليهم لكم ان شاء الله في اسفل الفيديو، باش يمكن لكم انكم اللي بغيتوا تاخذوا اي وثيقه من هاد الوثائق تعمروا بدون ما تحملوا عناء السفر او انكم تنقلوا لمدينه اخرى باش تاخذهم، لا بالنسبه لعقود ازدياد ولا بالنسبه للسجل العدلي، وحتى البطاقه التعريف الوطنيه اللي مشيتي قبل ما تاخذ موعد راه غادي يردوك. ضروري انك تعمر ديك الاستماره في الموقع الخاص ببطاقه التعريف الوطنيه الجديده قبل ما تمشي لعندهم الاقرب كوميساريه بالنسبه لك انتيا. الان غنشوفوا المواقع بثلاثه اللي غادي كيفاش غادي نشوفوا المعلومات وكيفاش غندخلوهم ان شاء الله. بالنسبه لاول الموقع اللي معنا هو الشباك الالكتروني او الشباك الالكتروني لطلب الوثائق الاداريه المملكة المغربية وزارة الداخلية، يعني هذا الموقع تابع لوزارة الداخلية. فكيف ما كتشوف الصورة فيمكن لأن الوثيقة ديالك عقد ازدياد أو نسخة كاملة أنها توصلك حتى البريد الإلكتروني البريد المغرب اللي قريب لك أنتيا باش تاخذها. اطلب كيف ما كنشوف هنا اطلب موجز عقد الولادة أو نسخة كاملة منه وسيصلك عبر البريد المضمون. كيف ما كتشوف هنا عندنا ثلاثة الخانات أو ثلاثة المقترحات، كاين إدخال الطلب، تتبع الطلبية ديالك أو الاتصال بالدعم. هنا يمكن لك تتبع الطلب درتي، هنا إدخال الطلبية، يعني أنت بتاخذ عقد زياد كتاخذ الطلب ديالك. هنا كتعمر هذه الخانة قبل بأنك مرجو قراءة وقبول الشروط، يعني بأنك توافق على الشروط ديالهم قبل الشروع في الخدمة، ثم كدير بدأ الإجراء. ملي كدير بدء الاجراء كتعمر المعلومات اللي مطلوبه منك كيف ما كنشوفوا هنا، مكتب الحاله المدنيه، وثيقه الحاله، عنوان تسليم، تاكيد، ثم الاداء. بالنسبه لهنا كيف ما كتشوفوا تحديد مكتب الحاله المدنيه، المرجو اختيار مكتب الحاله المدنيه الذي انت مسجل لديه، انت مسجل في احد مكاتب الحاله المدنيه داخل المغرب. مثلا غنختاروا مثلا مدينه الدار البيضاء، يعني هو غيقترح لنا مثلا الجامعه او المقاطعه اللي احنا فيها. هنا غنختاروا الجامعه، غنديروا الدار البيضاء مره اخرى، غنديروا الدار البيضاء. العماله، بالنسبه للعماله غنديروا مثلا بنمسيك، بنمسيك غيعطينا المقاطعه ديالنا. نختاروا مثلا سباته، الا اختارنا سباته غيعطينا مكتب الحاله المدنيه اللي عندنا. واش المكتب المركزي، الملحقه الاداريه 60 مكرر، الملحقه الاداريه 60 قريه الجامعه، نختاروا اي وحده مثلا. ثم كدير انت مسجل في احد مكاتب الحاله المدنيه خارج هذه، الا كنت في حالتي الا كنت خارج المغرب. ثم كتدخل هذا الرمز، ادخل الرموز الظاهره في الصوره الاتيه، هذا الرمز اللي كاين في الصوره كيف ما كيبان لكم بي 7 جي اغ 8، كتدخل هذا النص ثم كدير المرحله المواليه وكتعمر المعلومات الشخصيه ديالك. فلو بغيتوا اننا نشرحوا هذا اكثر فخلوا لنا في التعليق باش نكملوا الشرح ديالو كامل ان شاء الله. دابا نشوفوا الموقع الثاني اللي غادي يكون معنا اللي هو السجل العدلي، غنشوفوا الطريقه ديال الموقع ديالو او كذلك الموقع وكيفاش ندخلوا ليه. فبالنسبه للموقع اللي يمكننا ناخذ منه السجل العدلي، المملكه المغربيه وزاره العدل، الشباك الالكتروني طلب السجل العدلي، هذه هي الواجهه الرئيسيه ديالو كيف ما كتشوفوا. يمكن لك انك تدخل ليه باللغه العربيه او باسبانيه والانجليزيه او الفرنسي، يعني اللغه اللي انت كتعرفها يمكن لك تدخل بها. مرحبا بكم في موقع خدمه السجل العدلي، هذه الخدمه تسمح لك بطلب السجل العدلي عن طريق الانترنت. العمليه لا تستغرق سوى بضع دقائق ويتم ذلك في بضع خطوات. مزيد من المعلومات مثلا لو بغيتي تعرف معلومات اخرين او كذلك، تاكد من خصك تاكد من باش انك تبعتي جميع المراحل الاجراء، وتاكد من ان المعلومات اللي غتدخل غتكون صحيحه قبل ما تقدم، يعني تاكد من المعلومات ديالك قبل ما تدخلها. قم بملء استماره الطلب، الرجاء التحقق من الطلب الخاص. كيف ما كنشوفوا هنايا
هذا التطبيق ديال وزارة العدل جوستيك موبيل، يمكن لك تدخله حتى التليفون ديالك كابليكاسيون او تطبيق. بالنسبة هنا عندنا الخانة كذلك تقديم طلب، متابعة الطلب، دليل المستعمل. بالنسبة لهنا لتقديم الطلب يمكن كذلك تعمر هذه الخانة، يرجى الاطلاع وقبول شروط الاستخدام قبل بدء العملية. عندنا هنا قبل متابعة الطلب، هذا في حالة إذا كنت سبق لك وتسجلتي في هذا الموقع، فيمكن لك تتبع الطلب ديالك من خلال ذاك الرقم اللي كيعطيوك ملي سجلتي المرة الأولى، وتشوف الطلب ديالك واش تنجز ولا مجال ما تنجزش، حيت كيعطيوك واش راه جا المدينة اللي أنت ساكن فيها حاليا ولا لا. هنشوفوا مثلا إذا كنت زيد في المغرب غتعمر في المغرب، كنت خارج المغرب غدير خارج المغرب. كنديروا حنا مثلا في المغرب، ثم كتبدأ العملية. العملية كيعطيك هذا التحقق بأنك تدخل هذا الرمز هنا، أدخل النص من الصورة أدنى في المكان المخصص لهذا الغرض، ونقر على زر الخطوة التالية. كتدخل الرمز ثم كدير الخطوة التالية، غتدخل فيها هي اللي غتدخل فيها المعلومات الشخصية ديالك، والعنوان فين زايد والعنوان فين ساكن. كذلك هذا الموقع إلا بغيتوا أننا نشرحه كامل فما تنساوش تخليوا لنا في تعليق. الآن نشوفوا الموقع ديال بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، اللي هو غيكون فيه معلومات كثيرة، واللي هو فيه بزاف ديال المعلومات. غنحاولوا إن شاء الله غنديروا ليه فيديو شرح التسجيل ديالو كامل في أقرب فرصة ممكنة. غنشوفوا الواجهة ديالو كيفاش دايرة باش نكملوا معكم هذا الشرح ديال الموقع بثلاثة. فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية، كيف ما كنشوفوا هذه هي الواجهة ديال الموقع ديال بطاقة التعريف الوطنية الجديدة. يعني كتلقى معلومات عن البطاقة، شنو هي الإجراءات، الخدمات، كذلك النظام القانوني، أسئلة وأجوبة. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وثيقة تعريفية جديدة عالية الأمان. يعني هذه المزايا ديال هذه البطاقة الجديدة أنها عالية الأمان، تمكن كل مواطن من إثبات هويته بطريقة آمنة وموثوق بها، وتعتبر وسيلة بسيطة وآمنة للولوج إلى الخدمات الرقمية. بالنسبة للخانات اللي عندنا هنا، عندنا ثلاثة الخانات اللي خاصين. بالنسبة لتتبع الخانة الوسطى، تتبع أو إتمام الطلب، هذا بالنسبة إلى كنت بديتي التسجيل ديالك أو أنك دفعتي وبغيتي تتبع الطلب ديالك. بالنسبة لهذه الحالة الخاصة كيف ما كنشوفوا، يعني كيبين لنا بأن كاين واحد الشخص على كروسي، يعني مثلا في حالة كنت مريض، إنسان مريض في مستشفى أو معاق ما يقدرش أنه يمشي للكوميسارية، فيمكن ليه أنه يعمر في هذه الخانة ديال الحالات الخاصة، بيعمر معلومات وغيجي عنده موظف من الامن حتى للدار ديالو او حتى للمستشفى، كيف ما كاين الشرح ديال الموقع هنا. بالنسبه انت لو بغيتي شخص عادي بغيت يتعمر، كدير تعبئه الطلب المسبق. تعبئه الطلب المسبق اللي غيعطينا جوج الخانات اللي يمكن لنا اننا نعمرهم. كيف ما كتشوفوا كيعطينا جوج الخانات، نوع الطلب المسبق، يا اما طلب البطاقه التعريف لاول مره، او طلب تجديد البطاقه. من أجل طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني لأول مرة إجبارية ابتداء من 16 سنة، أو من أجل طلب جديد، من أجل كل طلب جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بعد تغيير معلومات أو بيانات شخصية، أو في حالة انتهاء صلاحيتها أو ضياع. يعني جديد كيكون يا إما أنك تحولتي عنوان السكن ديالك، تبدلتي، أو انتهت الصلاحية ديالها، أو بغيتي أو ضاعت لك وبغيتي تجددها، فكدير أنت وافق على الشروط العامة للاستخدام. كتكليك على الخانة وافق اللي هي هنا، وافق على الشروط العامة للاستخدام، ثم كدير اختيار. إلا درتي اللي تحت طلب البطاقة لأول مرة راه كديرها، كنت باغي تجدد كدير اختيار من أجل تجديد بطاقة التعريف الوطنية ديالك، ثم كتعطيك هاد الخانة يعني طلب التجديد، يعني معلومات شخصية بالعربية بالفرنسية، الجنس، مكان ازدياد، عنوان ازدياد، المهنة ديالك، الحالة المدنية، مكان الإقامة، النسب، معلومات إضافية. هنا ملي كدير التالي راه غيعطيك باش تحدد الموعد، كيعطيك باش تعرف الموعد، وكيعطيك الاستمارة اللي غدفعها مع الوثائق ديالك اللي غدفعهم للكوميسارية، ملي غيعطوك ملي غيحددوا لك الموعد اللي انت غتمشي فيه. فهنا نكونوا كملنا الفيديو ديالنا. الا بغيتوا نشرحوا اكثر احدى هذه المواقع او كل هذه المواقع، فما يمكنكم انكم تخليوا لنا تعليق اسفل الفيديو، وتطلبوا لنا اشنو موقع واش ديال عقود الزيادة او السجل العدلي او بطاقة التعريف الوطنية، وحنا غنشرحوه بحول الله ان شاء الله. وبالنسبة ديال بطاقة التعريف راه غنحاول نحطوه في اقرب وقت ان شاء الله. ما تنساوش انكم تشاركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.